جلسة عامة مستعجلة في البرلمان التونسي مخصصة لتنقيح القانون الانتخابي قبل 9 أيام من الاقتراع في 6 أكتوبر المقبل، والهدف إبعاد المحكمة الإدارية عن الحسم في النزاعات الانتخابية وجعلها من اختصاص القضاء العدلي. يقول أصحاب مبادرة التنقيح إن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة وأنها قد تبطل نتائج الانتخابات. اليوم أصبحت المحكمة الإدارية تلعب دورا فاعلا في توجيه الناخبين للانتخابات الرئاسية، وهو ما لا يدع مجالا للشك اللي المحكمة الإدارية أصبحت غير محايدة، ووجدنا أنفسنا أمام جدل كبير ما بين الهيئة والمحكمة. أصوات عدة مخالفة حتى داخل البرلمان دافعت عن المحكمة الإدارية، خاصة إثر قراراتها الجريئة بإعادة 3 مترشحين إلى السباق الرئاسي كانت قد رفضتهم هيئة الانتخابات. سأصوت ضد هذا القانون لأنه ما يمكنش تغيير القانون الانتخابي في أسبوع الانتخابات. قبل كنا نقول لا يمكن تغيير القانون الانتخابي في سنة الانتخابات، فكيف سنقبل بتغييره في أسبوع الانتخابات؟ خارج أسوار البرلمان إجراءات أمنية مشددة، أغلقت الطرق المؤدية إلى المقر. تظاهر ناشطون وسياسيون وممثلون عن عدد من الأحزاب ضد تنقيح القانون الانتخابي. في المعايير الدولية لا يمكن تغيير قواعد المنافسة خلال سنة الانتخابية، فيبدو أن السلطة الحالية تريد ورئيس الجمهورية يريد في كل الحالات أن يفوز في هذه الانتخابات بدون منافسين، وأن يدوس على جميع الأعراف والقوانين، لأنه المؤهل للنظر في المنازعات ليس القضاء العدلي وإنما القضاء الإداري. وبحسب مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، فقد رفض المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مقترح التعديل بعد طلب إبداء الرأي فيه، إذ لا يجوز في الفترة الانتخابية حسب المجلس. بين من يعتبره فضيحة واغتيالا للديمقراطية ومن يرى فيه إنقاذا للمسار الانتخابي وللبلاد بشكل عام، الانقسام يحتدم بشأن تعديل القانون الانتخابي 9 أيام قبل الاقتراع ضمن مناخ سياسي شديد التوتر. فتح الفالحي ميديا تونس.